Columnist Salahiddin werd geboren in Casablanca, maar woont al jaren in Nederland. Deze zomer keert hij terug en laat Marokko van een heel andere kant zien. Marokko is het land met een van de hoogste verkeersdodencijfers ter wereld. 5000 doden op de weg. Als je dat vergelijkt met Nederland, rond de 200 doden per jaar. Gigantisch veel. Ik ben vandaag in Casablanca, de grootste stad van Marokko. De ideale stad om te onderzoeken hoe het komt dat deze oorlog voedt hier op de snelwegen. Met 5000 doden per jaar is natuurlijk niet normaal. Durf jij te rijden hier in Marokko, of niet? Tuurlijk. 5000 doden per jaar op de weg, hè? Goeie. Heb je de Marokkaanse rijstijl een beetje eigen gemaakt? Ja, rijden en gaan en hopen dat hij niks raakt. Ik heb het gehaald, maar ik ga niet. Daar hoor ik. Kom. Marra. Ik heb het van het Maghreb vertrekken. Bezef. Ben ik jullie hier gegeven om een taxi te hebben? Nee, ik heb geen taxi. Ik heb het zoeken. Ja, ik kan het zoeken. ماشي كتغامر شويه؟ لا لا علاش غنغامر؟ كاين بلاد كيقولوا في الطاكسيات كيجريو ولكن كيجريو الكرشي فورات معلمين كيسوقوا باش طرات هادي اموات سوقانو لا لا واحد سميتو تكيت على واحد مخدويت عنزني هي الطاكسيات البيضين هما ما كيديروش كسيد بزاف كيديروا الكسيد ما كاينش شي واحد معصوم من الغلط كيديروا الكسيد. Ik ben op de ring van Casablanca, een van de meest beruchte plekken als het gaat om de verkeersdoden. Hier steken ze gewoon letterlijk de snelweg over. Kun je je voorstellen dat gewoon op de A16 regelmatig constant mensen oversteken? Nou, hier gebeurt dat dus werkelijk dagelijks. En je wacht die talot orot? Nee, geen wolf. Wolf? Is hij mijn marktaat je dat? Ik heb een mensagri. Ik heb een wacht die talot lexie dan, is je marra? Ik heb een سوى قطع عادي 2005 اشترى ليه؟ مات الله يرحمه بانوا لي ان الناس بزاف كيخاطعوا لطروت هذوك اش غنقول لك اخويا تيخاطروا بالحياه ديالهم علاش كيغامروا بحياتهم؟ واش غنقول لك اخويا هاد الظاهره ولات هنايا بزاف انا دروك عندي دروك 64 سنه والحمد باقي اون فورم الحال الحمد لله رب العالمين يلا زعم لا 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 لا, لا. شفتك قاطع الشانطي اخويا عاد اخويا حيت ما كانش قنطرة باش غنقطع هنا ما كتخافش تنخاف حيت انا واقع عليا واقعة هنا كتشوف واحد غادي كيسوق ودير تليفون في ودنو حتى كترشق ليه وكيدور ضربك شي واحد شي مرة عادات ها كنقول لهم صافي اسير وسوق انا خاصك تقدر تلف على اليمين اليسر كان اليمين اليسر كندور غير هي الكسيد اللي كيطرا وكيطرا اكثر هي كيطرا في البارتيكيل الحديد الحديد العادي اللي عنده بيرمي عادي هو اللي كيدير الكسيد بزاف حتى بزاف كيفراني حتى كترشق ليه كيدور ما كيدير سينيال ما والو فهمتي كتكون راكبه غادي وصافي كتكون راكبه حدا شي دريه كيقول راه الطاكسي راه ندورو نوري السوقان بزاف تعوج Ik ga op bezoek bij een autorijschool. In dit chaotische verkeer vraag ik me af hoe ze veilig leren rijden. شحال ديال الوقت باش تبير ميغ؟ اللي كان بونكتيال انه ما كيبطلش لمده شهر هذا او مينيموم. شهر تاخذ بيرمي؟ في شهر هذه الا كان مواظب ما كيبطلش. وبغينا نعرفوا هادو اللي كيشدوا بيرمي هنايا واش يقدروا يسوقوا ديريكت بالبيرمي اللي غادي يشدوه؟ وما يديروا لك سيد لا والو اللي كيديروا حوادث سير وهم اللي عندهم اقدميه في السياقه وعاوتاني حتى الطريق ما عندناش القدره على استيعاب هذا العدد من السيارات اللي عاد كتواجد بكثره ديت داغ دي ايست كير دات كاين ان اوتو زيت مع توي ستوره ديت هو ابارت رغس لينكس هما بجوجهم جالسين ياك واحد يدور على اليسار والاخر يدور على اليمين اش غادي يطرا هيا اللي صحيح هو اللي غيدور صح قضيه واللي عنده الكتاف هو اللي زعمت يا صاح ماشي نص ساعه ماشي نص ساعه نوق ولكن راك تغامر بحياتك بحال هكا واش غدير 100 تقطع خاص كيلومتر اللي بغيتي شوف هنا هو كيلومتر هاد الجي كتغامروا باش تقطعوا الشانط هنا ولا لا؟ تجيك سهله سهله ولكن الا بقيتي نص ساعه ولا ساعه في الاخر كتزعم وصافي ايوا واش غدير؟ ربحه ولا ذبحه؟ تتشهد بعدا؟ تتشهد ما ولا جات الموت مرحبا به الا قطعتي الشانط هنا خاصك تكون صحيح جون لا كنتي كبير ما تقدرش تقطع وانت كونديسيون فيزيك ديالك؟ لا
انا راه كان كل ما غاديش نقدر نقطع ما نجيش هنايا. دابا غتقطعوها دابا؟ اه بسم الله بسم الله. ما خفتيش بيكالا في الاوتوروت اصاحبي؟ خفت اخويا هيت هنا جاتي جاني قريب داكشي علاش. ولكن شي واحد من اللور يضربك واش غدير؟ ما زول راك تغامر حيت انا قريب ليا. واخا قريب شي واحد واش غادي مول الطاكسي ولا الطوموبيل غادي يفكر راك قريب غادي يشوفك غادي يزعل لك من اللور مشيتي فيه. واش غندير اخويا راه ما خفتوش تموتوا انا؟ لا ما خفناش نموت والله تعالى لا قسم لك شي حاجه دوزها. ولكن الله كيقول لك خاصك تخدم العقل ديالك وضروري خاصك تشوف ولا قسم الله تعالى غدير. ولكن الله ما جاش يقطع لوطوروت ولا بزبنك تقطع اش غلب اللي قدي السمك. الوقت ما تيرحمش. انت شفتي دابا لاكاس فين؟ شفتي لاكاس فين؟ والدار هي كتبان لك الدار قريبه. كتبان لك الدار قريبه خاصك باش غتضرب واحد المسافه للقنطره ما الوقت ما يساعدش. والغدا كيتسنى فيك؟ والغدا كيتسنى فيك اخو. الحيمات سخان. الحيمات سخان خاصك تطلع للدار تغدا وهذا هو اللي هو. واش اش كيقولوا لك في الدار؟ حضي مع راسك في لوطوروت؟ بطبيعه الحال امي ما توصيك حضي يا ولدي لوطوروت حضي مع راسك.